هناك الطفل المراهق، وهذه المرحلة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للتغذية. فالطفل المراهق يجب أن يتبع نظاما غذائيا معينا حتى يستفيد جسمه من كل المواد التي يتناولها، لأن جسمه يكون في مرحلة بناء ويحتاج غذاء صحيا متوازنا يزوده بالطاقة اللازمة لضمان صحة جيدة. دكتور محمد الفيد، كيف يمكن اتباع نظام غذائي جيد لأطفالنا الذين يتابعون دراستهم خصوصا المراهقين منهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطور أو طور المراهقة هو الطور الذي تتجمع فيه أو تتكون فيه شخصية الطفل، وتكون حالة الطفل النفسية يعني أقوى من حالته الجسمانية. فنلاحظ هذا يعني أكبر تحول أو أقوى تحول عند الطفل في هذه الأعمار، ولا يمكن أن نحددها، لأن الإسلام لا يحدد عمر معين، ولكن يحدد الحالة التي يبلغ لها هذا الجسم. ولذلك حتى الأطوار التي جاءت في القرآن هي لم تأتي بالأعوام أو بالسنوات، أما الأشياء التي جاءت في القانون الوضعي هي جاءت بالسنوات وبالأعوام، وهذا خطأ كبير جدا. أن القرآن يتكلم عن الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكذلك يتكلم عن الصبي أو الفتى أو شيء، لكن لا يتكلم عن حتى الأطوار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه الأطوار التي يتكلم عليها القرآن هي الأشد، ويعني نلاحظ أن القرآن مش من الطفل حتى الأشد. لماذا؟ لأن يقدر الأشد هو 40 سنة، لأن القرآن يتكلم عن ما بلغ أشده استواك، ما بلغ أشده ما بلغ 40 سنة. يعني القرآن حدد في آية أن 40 سنة تقريبا هي الأشد، ولذلك كل الأنبياء، جل الأنبياء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الرسالة لما بلغ الأشد، كذلك سيدنا موسى 40 سنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي لما بلغ 40 سنة، لأنه هو هذا السن للأربعين، والسن نضج الذي لا يمكن كي تقل أخطاء كي يولي القرار كي يتخذ بواحد الطريقة جيد. من الناحية العلمية أو الفيزيولوجية، لاحظ أن هذا العمر الذي يتكلم فيه إشارة، ما أننا هذه الأعمار طبعا يجب أن كما تكلمنا في الحلقة السابقة يجب أن نتكلم مع الطفل، ويعني ولو أن هذا الطفل يعني لا يميز ولا يعلم، ولكن نتكلم معه. لماذا؟ لأن هذا الكلام سيبرمجه، يعني سيسجله في ذهني. فلا تقول هذا الطفل لا يعلم شيئا فلا أقول له شيئا، لا، هذا خطأ. نتكلم معه ويجلس هذا الطفل وتكلم معه. هي أحسن شيء في الأطوار ديال الطفل اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة هي التعلم بالحفظ الشفوي. الطفل ما يكتبش، الشفوي فقط كيتعلم بالحفظ. علاش؟ لأنك تعلمه يسمع، كيتعلم يسمع، وكيتعلم يركز، كيتعلم يستوعب. هذه 3 أشياء. ثم هذه المراهقة عند الأطفال هي تمشي تقريبا من 14 سنة حتى 18، كي اللي كتعطل كي اللي كتجي قبل. في هذا السن كيبدأ واحد التحويل، تحول على مستوى الجسم، كيبدأ عند الذكور هذاك التدي ديالو كينتفخ شوية، لأن هناك من بعد عاود كيرجع، وإلا ما رجعش يعني خصو يشوف طبيب. ولكن يعني هذه أمراض أشياء كتظهر على الطفل، ثم كيبدأ الشعر ديال الوجه يبان. نعم. عند هاد الأطفال هادو كي اللي كيتعطل، كي اللي كيجي الشعر كيبان على 16 17، كي اللي ما كيبان عنده الشعر ديال الوجه ديال اللحية حتى 20 21. نعم. ما يتخلعوش الناس، يعني ما يتخلعوش، ولا حتى الأطفال مثلا اللي كيوقف، كي الطفل اللي كيوقف على 3، كي اللي على 2، كي اللي على 4 سنين عادي يوقف، ما يتخلعوش الناس على الأطفال ديالهم. خص يعرفوا بأن راه هذاك الطفل ماشي آلة، يعني خصو يوقف على عام ونص، على ماشي آلة، هذاك مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. ويعني هذا المراهقة عند البنيات، كاين بنيات الآن ولو كيبلغوا بكري كيوصلوا لواحد السن ديال 9 سنوات 10 سنوات، وهذا الأطباء يعني كيخافوا منه شوية، لأن قد ما بلغت البنية في سن مبكرة. نعم. قد ما كتكون معرضة لسرطان الثدي، خصوص في الأعمار اللي ديال المينوبوز. وقد ما تعطلت، يعني كلما يعني تعطلت على هذا البلوغ حتى ل 14 سنة يكون أحسن، ولكن قليل دابا البنيات اللي كيبلغوا 14. كاين
قليل جدا. هي من الاحسن البنيه ما تبلغ حتى هذا العلامه ديال البلوغ عند البنيه هي دم الحيض، نعم. وعند الاطفال طبعا هي الاستحلام او ظهور هذه العلامات يعني اللي كنسميوها حنا الخلايا حتى الصوت الثانويه. ديالهم كيتغير. الصوت كيتبدل، يعني ماشي غير الصوت، كل شيء كيتبدل، فعلا نعم. التفكير ديالو تيتبدل، الشخصيه ديالو كتبدل، الكلام ديالو كيتبدل، فعلا يعني كل شيء كيتبدل. ولذلك اذا كانت التربيه تتعود الطفل على واحد التربيه في هذا السن قبل المراهقه، هذاك الشيء اللي تكلم في الحلقه السابقه، ان الناس يشدوا الاطفال ديالهم، لان لو خلاوه في الشارع لمده 6 ساعات هذا خطر. ثم يبدا يحاسب الطفل، ماشي يضربه، يحاسبه، يقول له فين كنتي؟ مع من كنتي؟ اشنو درتي؟ اشنو من شريتي؟ ترافق. هاد الفلوس اللي عطيتك شريتي بها؟ من الاحسن ما يعطيش فلوس، من الاحسن ما ياخذش الطفل، ما يعرفش فلوس الطفل، من الاحسن، لان الطفل الفلوس عنده هي تساوي شراء اي شيء، شراء اي شيء. فهذا من جهه، من جهه اخرى نلاحظ ان هذا السن كيبدا شويه الجسم ديالو كيتدهور، لان كيفقد الشهيه، كيولي كيفكر في اشياء، النوم ديالو كيولي متضارب، اشياء هكذا. فالتغذيه ديالو خاصها تكون مركزه، وخاص يكون فيها بعض المكونات، خصوص المكونات اللي كتعطي صلابه للجسم، يكون جيد، هي الاملاح المعدنيه والفيتامينات، يكون بحال البروتينات طبعا، لان البروتينات هي اللي كنتكلموا على التكوين او تشكل الجسم، ولا يكون الا البنيات ديال الجسم هي كلها بروتينات، نعم. الا بعض الدهون بحال الفوسفوليبيدات طبعا اللي كتكون في جميع الخلايا. ولذلك عامل هذه الاملاح المعدنيه والفيتامينات بالنسبه للاطفال، ملي كي تكلمنا في الحلقه السابقه انا ما خصهمش كثروا من الحلويات والمقليات، علاش؟ ما يكونش عندهم توتر عصبي، ما يكونش عندهم واحد حركه زائده هايبر اكتيفيتي، وما يكونش طبعا عندهم عدم تركيز ولا نسيان. ملي كيوصلوا في هذا السن ديال المراهقه كيدخلوا جيد، علاش؟ الاعراض كما اللي عند الولد عند الولد، واللي عند البنت عند البنت، لان هاد البنيات اللي كيبلغوا مبكر كاين النظام الغذائي ديالهم فيه هرمونات، والنظام الغذائي ديالهم ملخبط، ليس نظام ديال المنزل. ثم الحاله النفسيه كذلك، لان الطفله الحاله النفسيه ديال الطفله كتولي تسمع كلام من امها ولا من البنيات اللي معها ولا من حولها، كتولي تسمع كلام كيتكلموا على جينز، كيتكلموا على اشياء اخرى، فهاد البنيه هذه بطع عليها يعني كتسرع، تبدا تسرع، كتولي عندها الحاله النفسيه ديالها مضطربه. وطبعا ملي كتضطرب هذه الحاله النفسيه ديالها، فمن العوامل الخارجيه النفسيه اللي كتخليو هذه البنت، يعني رغم ان العامل الهرموني هو عامل اساسي، اولا اما هرمونات كيكونوا في النظام الغذائي، هرمونات بطريقه غير مباشره، واما او محفزات الهرمونات، حيت كاين بعض المواد اللي كتحفز الهرمونات، اللي منهم اليود، اللي منهم اشياء اخرى اللي كتزيد تشعل هاد الهرمونات، فكيولوا هاد البنيات هادو كيبلغوا بسرعه، يعني 8 سنوات و 9 سنوات، وهذه خطير شويه. يعني التغذيه مساهمه في نعم اكيد اكيد، نمط العيش والحاله النفسيه اكيد مساعد، لان كنلاحظوا على ان في المدينه البنات كيبلغوا في سن مبكر، وفي الباديه لا، في الباديه الاطفال البنيات مازال حتى 13 14 سنه عاد كيبلغوا، وكثر واكثر، كاين بنيات حتى 15 16 عاد كيبلغوا. هذا كيبين على ان هذه، فمن الاحسن من الاحسن ملي كتبلغ الطفله فهاد السن ديال المراهقه اللي كتكون عندها الهرمونات مشتعله، ان تكون نباتيه ما امكن، تكون نباتيه ما امكن، يعني تقلل شويه من الالبان، من مشتقات الحليب، وتقلل شويه من اللحوم، وعندها بالعكس هي عندها سمك جيد، وعندها الخضر والفواكه، طبعا الفواكه الجافه، الفواكه الجافه مزيانه لهذا العمر هذا ديال سن المراهقه، مزيان ليه القطاني والفواكه الجافه. لماذا؟ لان فواكه جافه كيكون فيها بحال التمر، كتكون فيه فيتامين ب واليود مع الكالسيوم والحديد، هذو كيهدئوا الاعصاب، فيه الياف جيده، سكريات طبعا غادي ياخذها الجسم. كنلاحظوا على ان اللوز والقرقاع وهاد الفواكه الاخرى كيكون فيها حمض الاوميغا 3، وفيها تاهي كالسيوم فوسفور، وحمض المونغانيز مع المغنيسيوم، فيها حمض الاوميغا 3، حمض الاوميغا 3 جيد لهذا العمر، خصهم يتناولوا حمض الاوميغا 3 بكثره، لانه كيسخن الجسم، جيد للبنيات وجيد كذلك للاطفال. حمض الاوميغا 3 اللي كاين في المكونات اللي هي القرقاع، الزنجلان، واللوز البلدي، وزريعه الكتان، شويه في حبر شاد. وكاين السمك، الى الاطفال كانوا ياكلوا السمك في هذا العمر ما يوقع لهم والو، ما يوقعش لهم خلل، اي نقص. الاوميغا 3 زائد تريبتوفان، لكان حمض التريبتوفان في التغذيه ديالهم، بحال حمض التريبتوفان كيكون في السمك، كيكون في القرعه الحمراء، كيكون في القطاني، كيكون في البيض البلدي مع الدجاج البلدي. هذا حمض التريبتوفان
كيزيد يساعد، لانه هو اللي كيعطي السيروتونين. السيروتونين طبعا اللي هو هرمون المزاج اللي هو اللي كيضبط الاعصاب الأعصاب. في هذا السن هذا، لان كيكون الاعصاب ديالهم مضطربه جدا، لان الهرمونات كتكون مشتعله، وكتكون البنيه ولا هذا تتولي تتحدى والديها ولا كتولي تتحدى امها ولا كتولي، وكذلك الطفل كيولي يعمل داك الشيء اللي في راسه كما كنقولوا. يعني هنا خاصهم يعرفوا بان هذاك الشخص راه خارج الاراده ديالو، كاين اشياء ربما داخليه او خارجيه، ولكن هو لا يعملها هكذا بمحض ارادته، هكذا هو كيولي يخضع لهذه الاشياء هذه. نعم. وكيولي سريع الانفعال. طبعا لان الهرمونات ملي كيكونوا الهرمونات مشتعلين هذاك السيستيم اندوكرينيان، والهرمونات كيكونوا بداو كي التستوستيرون على الخصوص، لان التستوستيرون هي هرمون قوي عند الذكور، عند الذكور، وكذلك حتى ال اش والال تي اش عند هذا، يعني عندهم علاقه كذلك مع الهرمونات ديال الغده الدرقيه، وعندهم مع ديال الغدد الصماء. هنا كيولي هذا العمر كيخصو الاوميغا 3 اللي تكلمنا عليه، كيخصو حمض التريبتوفان. وهذه الاوميغا 3 فين موجوده يعني بكثره؟ نعم. باش يتناولوها في كثره، هي اللي تكلمنا على اللائحه ديالها، هي اللي في القرقاع، هي اللي في اللوز، هي اللي في زريعه كتان، هي اللي في السمك، هي اللي هذه موجوده عليا. كانوا الناس ياكلوا الاسماك بكثره، خصوصا زريعه كتان. يعني احنا في الباديه كانوا كيعطيونا، كنا كناكلوا زريعه كتان، لان المنطقه اللي كنت انا فيها كانوا كيحرثوا هذه زريعه الكتان، وكنا كناكلوها بكثره. هذا من جهه. من جهه اخرى كنلاحظوا على ان هذا العمر هذا الى مشى حتى كثر من الحلويات والمقليات، هو ما عندوش الشهيه، لان عنده هذا النظام الهرموني ديالو كيتغير. الى كثر من هذه المواد هذو كتظهر عنده امراض بسرعه. نعم. يعني دابا الانيميا، كتكون البنيه ديالو الانيميا وضعف الوزن. نعم. هذا النقصان في الوزن. نعم. وهشاشه العظام. نعم. وعدم النوم. نعم. وهذه الاشياء كنلاحظوها على ان في هذا السن ديال المراهقه تكون بكثره، يعني بكثره فعلا. حتى الان حاليا بعض انواع السرطانات ولات كتجي في هذا السن هذا. نعم. هذا كاين سرطانات الالي ظاهره في هذه الاعمار. نعم. اذا دكتور الا سمحتي غادي نقطعك وناخذ اول مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. السلام عليكم. نور، دايرين بخير؟ لاباس، الله يبارك فيك. لطيفة. دكتور سيد، اهلا. اسم كريم. السيدة فاطمة من مدينة الدار البيضاء. اهلا السيدة فاطمة من الدار البيضاء، هذه صديقة البرنامج. شكرا. نعم. شكرا شكرا. بالنسبة لطعام الأطفال أو المراهقين أو التغذية السليمة، كيفاش نعلموا أولادنا الطعام الصحي اللي تناكلو حنا استمرار عليه حتى يكبروا وما يطالبوا بداك الأكل؟ نعم. وما هي مصادر فيتامين دي؟ نعم. باش يحصلوا عليها في الاكل. دابا هما تيبغيوش ياكلوا السردين الشرن. نعم. ماشي كون تيبغيوش ياكلوه. نعم. نعم. ما هي الطرق الايجابيه باش نساعدوهم على التغلب على الملل من الاكل البيتي؟ نعم. تيبغيش يقول خصنا نخرجوا برا، خصنا ناكلوا برا. نعم. 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 الوجبات السريعه. الوجبات السريعه. نعم. كذلك هناك بعض الابناء تتقعوا مشاكل في المدرسه. نعم. من بعد تيتصابوا بالخوف، ظهر عليهم اعراض كالقيء. نعم. تيعرفوا على الاكل ما تعرفوش، يعني مشكل يلقى في المدرسه، يعني مشاجره او مشاده مع استاذ او شي حاجه. نعم. او مشكل عاطفي. نعم. تكتفي فقط بالمسليات المصنعه. نعم. تضطر بصحتهم، كيفاش نتجاوز هذا المشكل؟ نعم. تيبقاو ياكلوا غير العصائر، ياكلوا غير ذاك البيسكوي وداك الشيء مسليات. نعم. مصنعه. كذلك ما هو الاكل المناسب باش نحسنوا القدره ديالهم الدراسيه، باش يبقوا يحفظوا. نعم. يعني كيفاش يستوعبوا القرايه. نعم. وكذلك هما تياكلوا دابا اكثريه تيبقاو في المدرسه. نعم. كامل. ما هي الوجبه الرابعه؟ غادي يضطروا ياكلوا وجبه رابعه في البيت. فعلا. الوجبه الرابعه شنو تكون المكونات ديالها؟ نعم. شكرا. اذا شكرا السيده. نعم. فاطمه من الدار البيضاء على هذه الاسئله الجيده. طبعا. نعم. هذه الاشياء اللي كنت اتكلم عليها هي عندها انعكاس على التحصيل الدراسي. يعني. لماذا؟ لان هذه المكونات ديال الحلويات والمقليات هي مكونات طبعا تنقص من من البرمجه، يعني الطفل ما كيبقاش يعقل. مثلا كيقرا واحد الدرس كيفهمه مزيان مع الصباح مع العشرة ولا مع الثمانية، في العشيه ملي كتسال الطفل كتقول له شنو قريته الصباح، كيبقى يشوف كيعقلش حتى على عنوان الدرس. هنا كاين مشكل. نعم. لماذا؟ لكمل هذه عوامل. فخلي يعني التحصيل نتكلموا عليه فيما بعد ان شاء. نعم. الله. البدايه بنقطه مهمه جدا، وعامل جماعه اللي في جروب. نعم. هذا عامل جماعه. ما نفسروه بعدا شنو؟ انا الطفل ما كيكونش ياكل العدس في الدار. فعلا. ملي كيمشي للمدرسه كيلقى الاطفال ياكلوا العدس، كياكل العدس. نعم. ولا ما كيكونش مثلا ياكلوا العجائن. نعم.
هادو المقارونيه ولا شيء، ملي كيمشي للمدرسه كيشوف الاطفال كياكلوا المقارونيه كياكلوها. هذا كنسموا حنا عامل جماعه اللي في جروب. وعامل جماعه الان ولا في الازقه، يعني الطفل كيمشي كما قالت السيده جزاها الله خيرا، ان مابقاش كيكتفي بالاكل ديال الدار، خصو ياكل برا شي حاجه شحال. نعم اذا كان ياخذ واحد شيء مره في الاسبوع ما عندناش مشكل، مرتين في الاسبوع ما عندناش مشكل، ثلاثه ما عندناش مشكل. ولكن هذا الطفل طبعاً. ولكن هذا الطفل هذا لو لا عايش بهذه الاشياء، لو لا عايش بالاكل ديال الازقه، هذا الطفل هذا طبعا يعني ما غاديش يحصل الوجبات السريعه الجاهزه، غادي يكون عنده اضطراب في جميع فيزيولوجيات، غتكون مضطربه لان عنده عناصر خطيره جدا، غيتعرض للامراض. نعم ما غاديش يحصل مزيان، وغادي يكون مرتبك وكثير الحركه. هذا فعلا هذا يعني باش هذا عامل جماعه. انا الطفل ملي كيشوف الاطفال الاخرين مثلا خذوا واحد مشروب ولا خذوا واحد حلوه كياخذها رغم انه ما باغيهاش، ولذلك ان صعيب لان الطفل يعيش في مجتمع واخا الاباء ديال واحد الطفل ما كيفرضوا عليه اشياء. انا قلت ماشي بالعنف، فرضوا عليه فهموه كذا الى شيء بلا باقه طبعا، شي بس ما كاين الى مره خاذها فهموا هذه الامور هذه. ولكن ملي كيمشي لبرا كيكونوا عنده الفلوس في جيبه، هذا هو الخطا الكبير اللي كيعملوا الاباء، انهم كيعطيو لاولادهم هذه اللي كان هي داخله على المجتمع الاسلامي. احنا ما عندناش لارجون دو بوش في الاسلام، ما عندناش. هذا هو المشكل. والناس كيعطيه واحد القدر ديال الفلوس 10 درهم بحال كيشجع الطفل، الا كان يشري غير الاكل ماشي مشكل، ولكن مع المرض كيشري بها مخدرات. يعني حنا غادي نطيحوا في واحد المشكل خطير جدا. علاش؟ لان الطفل ما كيخليش الفلوس عنده، لا يمكن يخليها عنده، خصو يخرجها. يخرجها كيبدا يشري اي شيء ولا يخلص على اصحابه ولا شيء، تما كيولي عندنا طفل وسط يعيش في وسط خارجي عن المنزل وهو لا نتحكم فيه. يعني الاباء لا يتحكمون لا في المدرسه ولا في الشارع. هنا كاين مشكل، يعني واخا يكون الطفل والديه كيعلمو اشياء، ولكن ملي كيمشي للقسم كيتعقد، كيولي مثلا 20 طفل كتاكل واحد المنتوج، هو تيقول له والديه ما تاكلوش، يعني كتولي عنده عقده. هنا كاين مشكل. فالمجتمع الاسلامي كيمشي بتكامل، كيكون مجتمع تكامل. على الاقل المدارس يفرضوا على الاطفال ما يجيبوش معهم ليغوتي. هذه بعدا هنا المدرسه ممكن تتدخل. المدارس عوض ما واحد الطفل يتحرم ولا واحد يرتكب شي خطا غذائي، فمن الاحسن الاطفال ما ياخذوا معهم والو. ولا المدرسه تحدد اللائحه ديال الاشياء اللي يجيبوا معهم الاطفال بالاتفاق مع الاباء طبعا. يجيبوا فواكه، تمر، شريحه، لوز، قرقاع، تفاحه، ليمونه، بانانا، حاجه. المهم يجيبوا فواكه، يجيبوا مسائل طبيعيه. لا بغاو يجيبوا معهم تفاح ولا ليمون ولا فواكه، تمر ولا شريحه. نعم، ولكن باش يبقاو، يعني انا اشتكاو لي بعض المدارس ان حتى بكثره ديك المشتريات ديال الاطفال ولا عندهم مشكل حتى مع النفايات. يعني كيخرجوا هذيك القمامه عامره بداك المسائل اللي كتشد على الاطفال واللي ما كياكلوهاش واللي كيفسدوها واللي كيجي. يعني هنا كنشوفوا ان الوالدين الله يكون في العون ربما هذاك القدر ديال الفلوس غادي يزيد فيهم، ربما يشريوه لحم ولا خضار ولا حاجه. ثم كنلاحظوا على ان حتى على مستوى التلوث وعلى مدينة كاين امراض غادي تجي، كاين امراض معديه اللي ممكن تجي من هذه الاشياء هذه، غادي يولي عندنا يعني مشكل كبير. فهنا ولذلك انا دخلت التغذيه في التربيه، نعودوهم على الاكل ديال المنزل. بعض المرات كيدخل الطفل هذه غالبا، يعني وانا انا عندي ولادي، كيدخل الطفل في المساء ما قادش يتعشى. علاش؟ لانه كان برا، لانه واكل برا. هذا هو المشكل. يعني لا كال مع صحابه ولا كال برا ولا شيء، خصوصا اذا كان في العمر ديال 16 و17 و18 صافي، لا حول لك ولا قوه. ما عندك ما. فهنا اذا كان الطفل داخل عنده ذاك الشيء في التربيه من 3 سنوات و4 و8 و10 و12، هذا الطفل كيف ما كان الحال غادي يتاثر في التربيه بواحد 50-60%. انا يعني انا غيكون متعود كياكل مثلا الاكل ديال البيت. انا شفت مدارس في مدينه الدار البيضاء انهم كيمنعوا على الاطفال باش يجيبوا اي شيء، وعاملين فواكه في المدرسه هي اللي كتكلف الفواكه، هي اللي كتشري صافي. اللي بغى تفاح يمشي ياخذها، اللي بغى تمر تكون مغسوله مجيانا. هادو ناجحين، الاطفال ديالهم ناجحين، لان حتى الغيابات بسبب المرض ما عندهمش يعني الحمد لله. هادو بعدا ماشي غير مدرسه، يعني كاين كثار. انا شفت نموذج في مراكش، شفت نموذج في الدار البيضاء. يعني هكذا انا قلت نعيش في مجتمع، المجتمع كله. علاش؟ لان يعني احنا ملي كنقراو في المدرسه في الستينات، ملي دخلنا في 1960 دخلنا المدرسه، كان مشروع وطني. احنا دخلنا بعد الاستقلال كان مشروع وطني، كان المعلم كيربي، القزار كيربي، الخضار كيربي، النجار كيربي، اي شيء. اي راجل تلقى مع شي طفل كيعمل شي حاجه تيقول له لا ماشي هذيك، وربما يضربوا هذيك الساعه. يعني ما كاينش، ماشي الوالد ديالو يجي يقول له علاش هضرتي ليا مع ولدي ولا دابا الان. لا
لانه علاش؟ لان هذاك الاب تيقول لك انا اللي نربي ولادي وانا هو اللي نعرف، والشيء الاخر ما كيعرف حتى شي حاجه، وكيسقط في الخطا ديال انه هو الذي لا يعلم شيء، وان هذاك ربما يكون طفل احسن من ابوه. وهنا هنا كيولي مشكل. علاش؟ لان المجتمع نحن نعيش في اسلاك اجتماعيه، الطفل عنده خاله، عنده عمو، عنده خالته، عنده عمته، عنده جده، عنده جده، وعنده مسائل. فهذا المدار اللي عنده داخل المحيط اللي كيعيش فيه خاصه يساهم في هذه الاشياء هذه.